قلت لك النهارده طريقه للحصول على جيميناي برو بشكل مجاني وبلا حدود، وتقدر تعمل بيها فيديوهات فيو 3 زي دي. ده طلع بيعمل فيديوهات فيو 3 بجد. اشتركوا في القناه. وكمان تقدر تعمل بيها ترند للصور مع المشاهير زي الصوره دي والصوره دي. ومش بس كده، يلا بينا نكتشف كل حاجه مع بعض. سيب لك طبعا اللينك في اول كومنت مثبت. بعد ما ندخل على اللينك بقى يا معلم، هيفتح معاك البوت اللي انت شايفه قدامك ده اسمه جيميناي برو فري. اول حاجه تروح على ستارت، وبعد ما تروح على ستارت هيظهر معاك بالشكل ده، يقول لك لازم تشترك في القناتين. القناه الاولى هنروح عليها ونعمل جوين شانل، بعد كده هنطلع منها ونروح على القناه الثانيه ونعمل نفس النظام. دي القناه الخاصه بينا، وهنا كنا بنحتفل بال 5000 مشترك. شكرا ليكم بجد من القلب، وباذن الله احنا في حافز اكتر واكتر، واستنوا الهديه باذن الله. هننزل هديه قريب، تبقى يوم الاربعاء او الخميس حاجه زي كده. هديه جامده جدا بجهزها لكم، قويه جدا بصراحه. فبعد ما تعمل اشتراك في قناتين يا معلم، هتعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا وتدوس على ستارت مره ثانيه. بعد كده هيظهر لك ايه الكلام. تعال نروح على اول حاجه نكتوها حاجه حاجه مع بعض. اول حاجه المحادثه النصيه. عندك هنا بقى نماذج كتيره جدا، جيميناي برو وجيميناي 2.5 اللي هو ديب سيرش بيعمل بحث كده على النت، وعندك اللي هو جيميناي فلاش. تعال نروح على جيميناي 2.5 اللي هو ديب سيرش. تعال بقى نساله وابعت له السؤال ده. اتمنى يكون عارف القناه طبعا عشان شكلنا ما يبقاش وحش. ابعت لي قناه، هي قناه على اليوتيوب متخصصه في تقديم محتوى يتعلق بربح الانترنت. هنا بقى طبعا لو عايز تعمل انهاء المحادثه، وهنا لو عايز تبدا تكمل كلامك عادي تمام، وهنا لو عايز تغير النموذج بتاعك اهو تخليه مثلا فلاش او جيميناي برو. لو رحت مثلا على جيميناي برو واكتب له اي حاجه انا عايزها، وبعد كده قلت له مثلا اكتب لي برومبت وصف الفيديو، فيديو اللي هو فيو 3 وسينمائي قوي جدا، او كتب لي كل حاجه او البرومبت وكتب لي كل حاجه. انا لو جيت هنا اخدت الوصف ده كامل بالشكل ده كده كله على بعضه، وبعد كده نطلع من ده او مثلا هي المحادثه، هيرجعني اللي قبليها. بعد كده اقول له القائمه الرئيسيه، هتلاقيه رجعك اول حاجه انت كنت عليها. تعال نروح مع بعض على انشاء الفيديو. بعد كده هقول له من النص فقط، وترمي له البرومبت الخاص بيك وتبعت معاه. وهنا عمل لي زي ما انت شايف كده وبصوت طبعا. عملوا لي بصوت زي ما انت شايف جامد جدا، وخلى الشخصيه تتكلم. قلت له عايز مشهد سينمائي من منظور القطه وهي تسير في الشوارع. لو ما جابهاش بشكل كويس حاول بقى تكتب له بالانجلش عشان يبقى ايه دقيق اكتر. اهو زي ما انت شايف. اهو من منظور القطه. تعال بقى نروح على انشاء. عندك هنا دي اللي اول واحده اخترناها، وهي انشاء من النص فقط تمام، وعملنا الفيديوهات. عايزين بقى نعمل انشاء من صوره زائد نص، هتدوس عليها وبعد كده ترفع له الصوره الخاصه بيك، وليكن مثلا هرفع له الصوره الخاصه بالمنتج دي، وبعد كده تكتب له النص اللي انت عايزه. طبعا دي صوره كنا عاملينها في ايدوجرام، فلو انت عايز تعرف ازاي تعملها هتلاقي طبعا الفيديوهات الخاصه بايدوجرام نازله، وفي زي ما انت شايف شكلها جامد جدا. طبعا احنا شارحين ازاي تحصل على ايدوجرام بشكل مجاني تماما، فتقدر تروح تتفرج وهيبقى معاك بشكل مجاني. المشهد بدا يتحرك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هو طبعا الموسيقى لو ما عجبتكش، عشان ده اللي هو فيو 3 اللي هو الفاست، فلو ما عجبتكش تقدر تغير الموسيقى زي ما انت عايز يعني باي حاجه ثانيه. وليكن ابعت له مثلا الصوره دي وهقول له، هو زي ما انت شايف احنا بنكتب بالعربي وبيطلع لنا الفيديوهات برده، ففي كلتا الحالات كده كده هيطلع لك الفيديو يعني، ولكن انا بقول لك تكتب بشكل اللي هو الانجليش هيطلعه لك بشكل اقوى بدل ما انت تكتبه بالعربي. ولكن لو كتبته بالعربي هيطلع معاك الفيديو برده زي ما انت شايف. اجعله يكتب على الاله، هتلاقي هنا ظهر لك الفيديو وهو بيكتب على الآلة عادي اهو زي ما انت شايف. فبعد كده عايزين بقى احنا خلصنا من الفيديوهات، تعال نروح على الصور وازاي نعمل صور زي المشاهير. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه هتروح على انشاء صور، وطبعا هنا في المربع والعرضي والطولي، فاخليه بالمربع عادي او اللي هو شكل المربع، والشكل الطولي اللي هو 9 في 16، والشكل العرضي اللي هو 16 في 9 تمام. فانا اخليه مثلا ده اللي هو بتاع اليوتيوب، وده بتاع الشورتات اللي هي الريلز، وده شكل مربع عادي. فانا مثلا اخليه بشكل العرضي وهقول له قطه تسير في شوارع امريكا. طبعا في برضو ما اتحطتش، هو كده في كل برومبت عشان بكتب بسرعه تلاقي ايه في حاجات اتشالت كده. ما علينا، شوارع امريكا جايب لك علم امريكا وجايب لك كل حاجه. شايف القطه اهي؟ لا وايه، وصوره واقعيه، بس فعلا صوره حقيقيه متصوره، مش شخصيات حقيقيين وعربيه وكل الكلام. فتعال بقى نروح للحركه الثانيه اللي احنا عايزينها، هي التعديل. تروح على انشاء صوره، بعد كده تروح على تعديل الصوره. دي بقى للناس كلها مش عايزه تعرفها لك، وحاسين ان هي ايه
شغل بقى، لا ده حاجه سريه وكل الكلام ده. بقى تعالى اقول لك ازاي تعملها. اول حاجه بترفع له صوره خاصه بيك، اضيف مثلا الصوره دي، قلت له اجعل كريستيانو رونالدو يقف بجانبي، او بتكتب هنا مثلا الشخصيه اللي انت عايزها ويضع يده على كتفي بشكل حقيقي وواقعي، مع درك الملامح والشخصيات كما هي بدون تغيير الوجوه. تمام. طبعا لو انت عايز تكتب مثلا الزاويه، قول له مثلا مع زاويه كاميرا بورتريه مثلا، وتبعت الصوره زي ما انت شايف جامده جدا. خليت كريستيانو يقف جنبي يا معلم. عايز مثلا الطقم بتاع كريستيانو مش عاجبني، ادوس تعديل صوره جديده وكل، وعدل بقى ايه، حمل دي وعدل طقم كريستيانو زي ما انت عايز. تعالى بقى ناخده مثلا الحته دي ونرمي هنا ونخليه مثلا شخصية عادل إمام مثلا، وبعد كده نبعت، تلاقي عادل إمام اتضاف معاك. هنا ما ظبطش الصورة أوي بتاعت عادل إمام. طب لو حصل معاك كده تعمل إيه؟ هقول لك دلوقتي. هتروح على جوجل وتحمل أي صورة خاصة بعادل إمام، بعد كده ترفع الصورة زي ما أنت شايف كده، وبعد كده تيجي ناخد الكلام ده تاني، ارمي يا معلم، أهو هتلاقي الزعيم واقف جنبي وحاطط إيده على كتفي وكل حاجة. دي بقى الحركة يعني. بص هنا كان مخليه شكله عامل ازاي، كان واقف عادل امام تاني مش عارف مين ده. هنا بقى جاب لك الزعيم نفسه واقف جنبي وبيضحك بقى ظابط الدنيا. ده السر اللي محدش عايز يقول لك عليه، اللي هو ازاي بقى، طب انا دلوقتي عملت الصورة ما طلعتش هي هي. فانا كده جبت لك الخلاصة يا معلم وقلت لك كل حاجة. ممكن نكون شرحنا كل حاجة شرح تفصيل يا معلم، وكل الروابط هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير وشير مش مشترك، وسلام.